قالوا بأن الجيش ما يستاهل يعني أي لايف أو تعليق. إحنا ما قاعدين نطلع إلا بيان الجيش، 200 قرين بيانات الجيش دي. إحنا ذاتنا مع جيش وبرانا بنقول بياناتنا ونجيب ناسنا يتكلموا. هنا أم درمان، ومن أم درمان إلى ربوع السودان. الصباح رباح، صديق الصباح احذر من 3: الوعد عند السعادة، والرضا عند الغضب، والقرار عند الحزن. أم درمان. هنا أم درمان. الإذاعة السودانية. هنا أم درمان. هنا أم درمان. هنا أم درمان. هنا أم درمان. على الإذاعة السودانية. أم درمان. أم درمان. أم درمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سعادة ود العمدة، كيف أخبارك؟ إن شاء الله طيب. حباب حباب والله يا أخي، مبروك عليكم وعلينا النصر والفتوحات. الله أكبر يا أخي، إحنا ما حنقاطعك ولا حنتكلم مع ولا حنقول حاجة، أنا شغال مذيع ربطي الليلة في أم درمان. احكي لنا المعركة التفاصيل، اتفضل وخذ راحتك، احنا بنسمعك. الله اكبر الله اكبر يا اخي، انا عبد الرحمن، انا الدور البزين بلدي، انا البرعاك سلام وامان، انا البهواك يا بلدي. الله اكبر. والله العظيم اليوم يعني الملاي ديل دخلناهم الكركوس وادينا كركوس مويه وجو طالعين من الكركود وطق اشارة قبض ب 37 عربية. الله اكبر. بكامل عتاب. الله اكبر. و25 موتر. الله اكبر. جغب زي الجغب. الجماعة اللي قاعدين الناس زي نايمين وصاحيين ودايرين يعرضوا يعني بعد الحصار اللي فرضناه عليهم في الاذاعة، الحمد لله رب العالمين. والله يعني الليلة اليوم ده يعني مكلل بالنجاح، هو يعني قلنا يعني دائما شهر رمضان ده شهر الفتوحات وشهر
النصر. الله أكبر. الحمد لله والله يعني ربنا كان نصر عزيز موزر وكبرنا الملاهي دي يعني قصائر فاضحة في الأرواح والعتاد والغطة دي على مدى البصر والله. الكلاب شبعات وكذا شبعات. الله أكبر. لأنه فترة فعلا لا كم يوم ما أخذ الحمد لله رب العالمين. يعني جو قاعدين يقولون احنا قاعدين وجربناهم جغم صح. هم حاولوا يطلعوا برا الاذاعه كان داري يطلعوا يهربوا. كانوا داري انا هروب من عنده ونحن مكان مهلنام 48 ساعه وال 48 ساعه دي انا دينام 24 ساعه ومن ذيك الجماعه دي الجايرين مارقين وانا والله مروق من عنده وانا بقول الحمام ما ذا خروج. جينا هم ينجوا امنام والله الحمد لله جغم كويس المعركه شغاله من الساعه 2 يعني والله العظيم يعني معركه حامله الوصيص الوطيس وجغم كان جغم مبارك والله العظيم الشارك في الحمد لله العوائل كلها استغربنا الضب الشارك منو الشارك منو في المعركه دي من القوات المسلحه والقوات الامنيه كلها منو الشارك في المعركه؟ كل القوات المسلحه والاجهزه النظاميه الاخرى الامن الشرطه المجاهدين المستنفرين كلها من الشعب والاحتياط المركزي والاحتياط المركزي كله والله نازي يعني على قلب رجل واحد لانه نحن يعني الشعب السوداني ادانا امانه كبيره ونحن والله على قدر الامانه وقدر المقوليه وان شاء الله زي ما بنقول نحن والله العظيم هذا انا موثق مع الشعب السوداني انه نحن والله يعني لم يحدث لنا فعل الا وتحرير البلد دي من دنس هؤلاء وبش الناس لانه نحن روحنا دي رخيصه والناس المرقوا من اللي زعدل الناس المرقوا من اللي زعدل شنوهم اجانب مرتزقه شنوهم مرتزقه والله معهم مرتزقه و يعني الناس ما عارفين ذاتهم شنو وجو ما عارفين يعني جو من المرقين من الاذاعه لا جو من وين اصلا جنسيتهم شنو؟ فيهم جنسيات اجنبيه؟ من شارك ما فيهم غريب لا فيهم جنسيات يعني من وين؟ ملايش والله ملايش نازل هم نازل ما بيستخدموا الملايش نعم ويعني وشو وجوه انهم ما عارفين القوات المسلحه دي الا عكيت ومن الميم والله يعني نازل كلهم هلكوا والمرض ده يعني الا وانجغم يعني ما عندنا ذو المرض كله مصر في خير والله طيب طيب يا فرحات نعم الدينيت كده تقرير شامل كده عن المناطق الان اتحررت حول الاذاعه بدايه من ميدان الخليفه والوضع كان كيف فيه وكيف خلال العشر شهور دي الاذاعه نفسها المحيط حقها الملازمين المناطق اللي انتوا اشتغلتوا فيها في اليومين اللي فاتت ديل نوصل رساله للمواطن عن شغلكم والانتصارات اللي حققناها كلنا مع بعض والله انا داير ابشر الشعب السوداني نحن في منطقه اندرمان يعني الحمد لله يعني حسمنا امرنا تماما ولحرنا المليشه دي ما خلينا يعني فضل بعض الجيوب البسيطه والبعيده. والبعيده شديد جدا جدا. يعني الاذاعه دي تكفي خالي ما فيها ولا اي حاجه الحمد لله رب العالمين ويعني بدون يومين ثلاثه حننظف الخطوم دي حنمشي لاخواننا في بحري وكل المناطق والخرطوم وبحري حنمشي على عبد الرحمن دي والله يصيبه انتهى خلاص ما فيها حاجه والله والله ما فيها حاجه اقسم بها الله يعني عبد الرحمن انتهى والله اكبر قوه كان اكبر قوه لهم في الاذاعه والحمد لله انجغمت اكبر قوه لهم في الاذاعه وانجغمت الحمد لله واستلمنا عربات حيه وبس بعض الاثار كده بنركبها وبندقها بهم طوالي شباب الخرطوم وشباب كل المناطق الليله قلتوا دارين تفطروا في الاذاعه؟ والله يهنا فطورنا وننام هم ذاك جاي الفطور والنادي اللي ما فيهم حاجه لكن نمشي يعني نفطر هناك باذن الله تعالى خلاص هو في اسرى جوا لسه مواطنين مدنيين اسرى لسه قاعدين في الاذاعه ولا الوضع كيف؟ والله ما عندي علم لكن نحن ان شاء الله باذن الله يعني اي مواطن اي زول احنا لازم نختص له ونجيبه عزيز ومرفوع عن راسه باذن الله تعالى ما حصل انجغم كله انجغم ال كان جاي من ود البشير اي حاجه جات انجغم كله انجغم
مليشة دي انتهت هنا في مدرمان، انتهت سوقت انكسرت جغمنا عمجر مجد، ونحن تاني بعد كده بوصل رسالتنا للجنجة. أنا والله العظيم يعني الانتقالات الآلة علينا دي تمنى غالي شديد جدا جدا، ويعني الحرب دي دوروها ناس هنا ده ناس الجنجة قتل تاني. الو فرحات دقيقة بس، الخط طلع من البلوتوث، ارجع له تاني. الو، السلام عليكم. اي كده سامعك، اي واصل. قلت لك احنا نادي النصر العزيز الكبير ده للشعب السوداني ولجميع القوات المسلحه في كافه المناطق المختلفه، ورسالتنا للجنيه ده والقحاطه تحديدا. انتوا ثاني ما عندكم معانا حاجين غلطي، بس احنا قالوا ان احنا المعارك الدارة دي للقحاطه، ايوه القحاطه ومن عاونهم هم الجناح السياسي للميليشيا المتمردة. يعني احنا فقدنا خيرة اخواننا، يعني يعني شباب عزيزين علينا، ويعني ان شاء الله باذن الله تعالى ما انه يعني فقدنا اخوان ما في زول بيجي ثاني بخط رجلي في السودان دي. بس لان السودان حقاني احنا ما حقاني، السودان ده للوطنيين، السودان ده للشرفاء، ما لاي عميل ثاني، ما دارين زول يجي يقتلهم. تتفاوض هناك ما تتفاوض، بلد حقنا نحن وكلامنا معاكم احنا كفيلين وجديرين نحسب اي زول عميل ومرتزق باذن الله. السودان ده بلد طاهي، بس ما في عميل بيجي بيقاضي بقرع المدنسه بالدماء المرتزقه وجو مليانه باموال السفارات، ما عندنا معانا حاجه في بلدنا دي باذن الله تعالى. بس السودان السودانيين والمصريين، الله اكبر. اي زول داير يدرن يدري نمشي هناك عشان يجي يدخل هنا بطريقه ملتويه، دي ما في والله، والله ما في. تقول لك 100 دولار ثاني، انت تتكلم وتفاوض وتمشي، ما تمشي غياب الرابطه، ما عندك معانا حاجين والله. بس بلدي حقتنا نحن. بس ده الكلام الصح. تعرف احنا ما داري كل ما الشعب السوداني ده، الشعب السوداني كله التف بقى كل واحد كالدنيا المخصوص، كل قوات مسلحه، امن، شرطه، مستفرين، مجاهدين، يعني في لجان مقاومه، الناس الشرير الوطنيين كلهم بيقولوا كل واحد بده يجي بحث. ثاني المعركه دي دورها جنجه بحث، لان التقدم والاتفاق الاقرار والغيام الراتب ده ثاني ما عندهم معانا حاجين والله. الله اكبر. والله يقعدوا بس يلفوا برد، ما عندهم معانا حاجين والله. الناس خلوهم نحن نخلي، ما نخليهم والله، يعني احنا قاعدين في الميدان وقيادتنا لازم عارفين انه النازل ما عندهم معانا حاجه، لانه هم عارفين النازل الدور الحربي بس والتعميل للتمرد ما عندهم معانا حاجه. بس دي الرساله اللي وصلت، ايوه ما فقدنا اخوان عزيزين علينا، ان شاء الله ما في دول بيجي ثاني تدق هنا والله. الدول الدار يجي عبر الانتخابات، والناس انتصروا معانا في السودان هنا، لكن اي زول عارض منا لو بيمشي بيدعم الميليشيا ويتمرد هناك ودار يجي ثاني يجي يحكم في السودان، ده مستحيل والله. والله الا ان احنا يعني نكون نلقى ربنا، لكن طالبين انه احياء في السودان ده ما في ذوق يحكم والله. الله اكبر، الله اكبر، باذن الله تعالى. الله اكبر. ما قصرت يا فرحات، بنتظرك زي ما وعدتنا انه اول زول يمسك المايك في الاذاعه انت، وحتقول لنا هنا مدرمان، وحننقله لايف ان شاء الله في خلال الساعات القادمه، والناس تعرف انه هي دي اكبر معركه، وهي دي قوه الميليشيا في السودان، وهي ما تحرير مدرمان وتحرير الاذاعه. احنا الليله ممكن نقول معركه مدرمان، اذاعه جمهوريه السودان، هي نهايه السودان التمرد، نهاية قحط، نهاية العملة والخونة بإذن الله، وبداية تحرير السودان وإعلان الانتصار. وفي الساعات الجاية في لقاءنا معك من الإذاعة حسمعنا صوتك باللايف، وحتنادي أيوة، وتنادي الشعب السوداني يرجع بيوته، والناس ترجع مدرمان وتبدأ تنظفها وتعمرها إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله والله. ونادي النصر الكبير ده
للشعب السوداني إن شاء الله. ولغيار منطقة الدرمان العسكرية على رأس مساعدة اللواء ظافر وكان حد الميامين، وللسيد مساعد القائد العام وأبونا الروحي سعادة فريق أول ياسر العطا، ربنا لأنه يحفظه هو إن شاء اشتغل الله. اللي جاي بالنسبة لنا، ربنا يعني يحفظه، اللي هو عارف يا عم عينك فوق وترك فوق، الله يا أخي ربنا يحفظ لكن أكيد لكن ما القيادات. بين لنا عفو مستحيل. الله أكبر، ده الكلام الصح. الله أكبر، ربنا ينصرنا إن شاء الله، وما تنصرنا صالح الدعوات إن شاء الله. الليلة حنكون معاك في اتصال، حيكون من الإذاعة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر. ربنا يحفظك يا فرحات، وموفقين إن شاء الله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يسلمك، الله يبارك فيك. احنا اخواننا مواصلين، انا طبعا مذيع ربط، لسه عندنا اخواننا في الميدان، ناس خاضوا المعركة الليلة، وعندنا اخونا غسان عبد الماجد واخونا شيخ ويس، هنسمع افادات الناس من الميدان، ومواصلين في في. السلام عليكم غسان. السلام عليكم، كيف احوالك؟ عليكم السلام ورحمه الله. ان شاء الله بخير يا اخي. والله الحمد لله، والله الحمد لله رب العالمين، بنعمه وبشارات وانتصارات. بشرنا واحكي لنا الحاصل. والله يا اخي الحاصل ذاته يعني غير زي ما تقول شنو، انا من درمان، انا من دغمان يعني. بقيت انا مجغمان، شفتها مزمل ابو القاسم عاملها هاشتاج وهسه حنثبتها هاشتاج انا مجغمان. احكي لنا البشائر والمعركه وصعوبتها وانتصاركم. المعركه دي والله يا اخي يعني الناس اللي جمعوا علينا وابو تريك انا ادعصوا وزنوا وقالوا البحر خافوا منه تنصح. والله المهم قالوا اخوي نعرض ورا وما عارفين الجماعة صاحي لون وسحور والسحر والله. كمين بسحور كان. الله أكبر. والله يعني ذاته أول حاجة يا أخي نفس التحية يعني لأخواننا في المدحية. نعم. وفي المسيرات. أيوة. ما قصروا والله، قاموا في دير الجغلان، دير ناس جغلانين صح صح والله. والله يا أخي ربنا نصر ونسدد رميهم، الحمد لله. ربنا يتقبل منهم يا اخي. اللهم امين يا اخي، والله يا رب نتقبل من كل الفدائيين ومن العمل الخاص وفاقنار وسياده زكريا وكل القوات وسياده تاج السر وكل القوات، ربنا يتقبل منها والله. قبل ما نمشي يا غسان، في واحد هنا كاتب تعليق انا مر عليه حسي، قال ما في حاجه في الاذاعه، الصور دي كلها فبركه، أم درمان في يد الجنجويد. إحنا ما حنرد عليه، أنا نزلت فيديوهاتك وأنت راكب في التاتشيرات اللي استلمتوها حي 37 حقتهم، وأنت شايل الغنايم في فيديو تاني ماشي، والتقرير اللي عمله الفدائي فرحات ود العمدة من البوابة ومن داخل ميدان الخليفة الآن، والتاتشيرات اللي استلمناها حية وفرحات ود العمدة جابة مصورة، والفيديوهات طلعت الليلة بتاريخ الليلة من وحدة المسيرات اللي هو كشفت كل محيط الإذاعة. الجنجويدي ده في اللايف هنا كاتب قال الكلام ده ما حاصل، وديك صور مفبركة، وده ما في حاجة زي دي يعني. فبترد له شنو انت غسان عبد الماجد من الميدان؟ والله يا اخي الفدائي فرحات يا اخي ربنا يتقبل منه وما قصر والله، وهو حقيقه نخش عليك اللايف ايوه فسرد القصه كامله يعني. نعم. ونحن برد للجنجوي زي نقول له يا اخي عندك هنا اخوانك زي اللي طاقاتهم معانا وحاجاتهم قرون، ده انا قاعد هنا ده حاجاتهم قرون الليله اللي مسكتوها لهم حيه شنو؟ والله حاجاتهم انا بديك الان يخش معاك امير المجاهدين بالمهندسين ويس محمد صالح غانم، مرحبا بهم يعني خير شاهد على الحكايه دي كلها، واحد من الابطال وواحد من الناس يعني داخل المعركه.
الله أكبر. ضمن الناس اللي استلموا حياة مكوكو وحياة انقرون. ألو، ولا قاعد في اي ضواحي من الضواحي؟ نعم. ما قاعد في الازال، الازال هي الان خاليه نظيفه باذن الله تعالى، ونحن عجبنا الامر ان شاء الله نفطر فيها باذن الله تعالى. موفقين، وربنا يعني ييسر امركم ويسهل طريقكم وينصركم ويحفظكم، واحنا معاكم في الفطور ده ذاته. الله اكبر الله اكبر، وانا من هنا والله اطمن الشعب السوداني وابشر باذن الله تعالى الليله ام دغمان دي يعني ما شاء الله والله سحرنا بيها وشبعانين ما ذاك نفطر بها فعلا. الله اكبر الله اكبر. فهاك ديك الامير المجاهدين بالمهندسين ليس مصالح غانم يفيدك برضه يعني ويرد لك على التجاوب اللي قال الان هم متواجدين داخل الاذاعه، انا ما اعرف الناس الاذاعه من قبل. نسمع الفدائي ويس. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، كيف احوالك؟ ان شاء الله بخير. السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يحفظك وربنا يتقبل منكم ان شاء الله. ربنا يتقبل من الجميع، ونحمد ربنا سبحانه وتعالى على فتحه ونصره وتوفيقه وعلى ثبات الرجال والقوات المسلحه والجهاز الامن والمخابرات المستنفرين المجاهدين كل من حمل سلاح ضد ظلم الميليشيا المتمرده، ربنا يخزيها ويجعل كيدها في نحرها ان شاء الله. اللهم امين يا رب العالمين. وكنا دارين بس في تنوير سريع كده للشعب السوداني عن الانتصار وحجم المعركة، وفي واحد من الجنجويد ده المعلق هنا قال انكم ذات معركة ام درمان دي ما حصلت، واللي زعى في سيطرة الدعم السريع وميدان الخليفة والملازمين وما يحيط بالإذاعة كله لسه في يدهم، ودي كلها صور مفبركة. القصة دي تشهد على العربات والفيديوهات اللي نشرناها، نحن ما قدرنا نقول له كده، احنا المفروض نوصل لمرحلة ان نرد لجنجويدي. نعم. الجنجويدي نحن عندنا قلدة من الكلب، والكلب فيه فايدة مع الاعتذار للكلاب يعني. الله أكبر، دي الحاجة دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية الحمد والشكر لله الجماعة دي أمس معرضين، ونحن ناس المدفعية وناس المسيرات متابعين وراضين. نعم. وأول ما تحركوا الحمد لله ناس على ديب بغادي وناس أسود العرين وعزم الرجال كلهم كانوا متابعين المفارج، وبيجاي في نحن في المهندسين ناس الو الو خليك معي ثاني، شكله البلوتوث فصل. مكننا انه عرضنا كلها نسلم يعني، احنا اللي استلمناها حية قريبة 19 ولا 21 عربية، دي ما في اي ضرر لسادك بس الارض جهاد دي ما تديك الدرب، الزخاير دي ما تديك الدرب. نعم. اما المواد دي ساقوها الناس يعني. المهم الحمد لله يعني نطمن الشعب السوداني انه الجماعه اللي كانوا في الاذاعه كلهم جانا معرضين، ونكلمهم قرون هناك وقول لها ان اي زول عندك في الاذاعه افرج عليه. الله اكبر. ال37 عربيه دي ما فيها عربيه طلعت سليمه، يا محروقه يا استلمناها نحن وحنجرها نجيب البيان بتاع المهندسين، وهم يشوفوها بعين من دي عربات وشنطهم ودولاراتهم وذهبهم وحياتهم دي كلها بقت غنيمه للجيش السوداني. الله اكبر الله اكبر. وذهب الشعب السوداني ان شاء الله برضه يرجع عليه ان شاء الله بإذن الله.
الله أكبر. الفتح والله كبير يعني، والتوفيق من ربنا والله، احنا شايفينه من بداية المعارك دي. جماعة القوة الجبهة ما يعني ما قوة بسيطة وما قوة عادية، والحمد لله حنكة الجيش ومهارته وجهاز الأمن والشرطة وباقي القوات النظامية الأخرى كلها والله على قلب رجل واحد إن شاء الله. الله وأما مثلا دخول مباني الإذاعة ذاتها أو استديوهات دي عن قريب إن شاء الله، بس حاليا ما في أي حاجة. الإشارة بس إنه خش الاستديوهات دي إن شاء الله نخش الاستديوهات، لكن كل القوة الصلبة شمال وجنوب الإذاعة كلها بناها بحمد الله تعالى. الله أكبر الله أكبر. ال 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 باقي قوتنا الصلبة في محيط الإذاعة دي انتهت؟ ما عندهم حاجة برا في الموردة، في الملازمين، في أي حتة؟ المورد ما عندهم فيها حاجة، كان عندهم قوة هاجمتنا في عمارة القبطي وبناها بحمد الله قبل 3 أيام. الله أكبر. عندهم تواجد بتاع مجرمين أو متعاونين قاعدين في فريق ريت. أيوة. المتعاونين ده مرات كثيرة بخشوا معاهم المعارك، لكن المتعاونين ده لو أنت زي كقوات مسلحة بيكونوا زي إخواتهم يعني، ما بيتحرك. نعم. بتتعاملوا معاهم كيف حس المتعاونين ديل؟ هل هم موجودين بكثافة؟ الناس ترجع بيوتها مطمئنة؟ المتعاونين، المجموعات التابعة لقحط الكوادر المحزبة اللي كانت بتبلغ في الناس، هل الخطر ده ما زال موجود؟ الخطر ده ما انتهى، احنا المواطن ده نخليه وينتظر شوية لحد ما نحن نضمن 100%، لأن احنا عندنا حفظ النفس دي من أوجب واجبات الشريعة الإسلامية. نعم. ونحن خايفين على المواطن، ولأنه في زي مخلفات ألغام، في دانات ما انفجرت، في لحد ما تتنظف المسألة دي حتى بعد ذلك نحن نقول للمواطنين إنه المواطن ده يرجع، لكن حاليا المسألة دي انتظروا شوية، هم انتظروا كثير، وربنا سبحانه وتعالى يجزيهم على صبرهم، ونقول لهم والله الباقي بسيط إن شاء الله، وإن شاء الله تسمعوا الأخبار من هنا ولقدام كلها كويسة من أحسن لأحسن. الحمد لله شكرا. الشباب ديل كلهم بشرون الليلة الفطور في الإذاعة، رأيك شنو في الكلام ده؟ بإذن الله بإذن الله، نحن والله الكلام ده كله ما بعيد عن ربنا. إحنا لما خشينا شارع العرضة للمرة الأولى، ممكن ده تقدير ربنا، أنا القصة دي ممكن نحكيها لأول مرة، إنه كان معانا دليل من أولاد درومان قال لنا ما أقدر أوصلكم شارع الكهرباء، وتقدمنا لحد ما وصل شارع الزلط وقال لنا ده شارع الكهرباء. في واحد من ناس الجيش الجنود قال يا جماعة ده شارع العرضة، قام الدليل حقنا قال لي احنا درمان انت بتغالبني، الشارع ده شارع الكهرباء، ده الشارع قبل العرضة، شارع الزلط كده قبل العرضة. نعم. جاب عربية كروزر ماشية في الاتجاه الشرقي، جاب عربية توسان ماشية في الاتجاه الغربي، شارعين منفصلات. اتأكدنا في الوقت ده تماما انه ده شارع العرضة. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى، احنا دايرين نصل شارع العرضة شارع الكهرباء نرتكي سيو، وربنا ساقنا ودانا لحد شارع العرضة. الكلام ده السبب كان قبل التحرير، يعني تقريبا يوم 8 او يوم 9/2. نعم. المسائل دي كلها بتقدير ربنا، التقديم والتأخير احنا بنقول ناي، لكن الحاجة دي كلها لربنا، لكن احنا باذن الله ان شاء الله باذن الله نفطر في الاذاعه باذن الله. اهميه الاذاعه وموقعها بالنسبه للعدو، كان متخذها شنو؟ مركز عمليات، تشوين، مخزن سلاح، كانت شنو بالنسبة للعدو؟ أهميتها شنو اللي زادت؟
أول حاجة مخزن بتاع سلاح وأسرة، يعني إحنا الصباح إحنا في واحد من الأسرة إحنا ركينا سراح، أطلقنا سراح، وحتى قام قال لنا في أسرة ثاني من الجهاز، في أسرة وفي ناس أعدوهم يعني مستنفرين وضباط، حتى قال جدعوهم في البحر، يعني ما ده زول بده طلوا بيدعوه في البحر. المسألة بتاعت الإذاعة دي ومغطية لهم بغادي توتي، يعني هم عندهم تواجد في توتي وتواجد في الإذاعة، بيتواصلوا مع بعض، حتى عندهم شفرات احنا بنعرفها لما يكونوا متضايقين، بيضرب 7 مرات 3 تمامات 2 مهم بينه وبين الناس اللي قاعدين في توتي بغادي. نحن لما ننتهي من المسألة دي إن شاء الله حتى الناس اللي في توتي ما حيقعدوا، بعدها نحن بنتفرغ للاتجاه الغربي والاتجاه الجنوبي بإذن الله. وبالنسبة للجيش السوداني والشعب السوداني وشعب أم درمان، الإذاعة بتاعني شنو حسي لما نحررها؟ يعني هي حجم الانتصار حقها ده بيعني شنو؟ الإذاعة دي رمزية من رمزيات الشعب السوداني. نعم. أول حال الكلاب والجهلة دين ما لا حصل حيقدروا يشغلوها ولا حصل حيقدروا يبسوا منها حاجة. نعم. الإذاعة دي أي زول صغير وكبير يتربى بالحياة من الإذاعة السودانية. نعم. من برامج الدينية على برامج الثقافية على برامج الاجتماعية على الإنشاد على الأغاني الوطنية على الأغاني الحماسية على كل دي كلها، مش مدرمان، مدرمان دي إذاعة السودان كله، ومش السودان، أي فرد سوداني خارج والسودان الإذاعة والله بتعني، مش بتعني له حاجة، يعني حاجة ما قد تتوصف إطلاقا، يعني الإذاعة السودانية بالنسبة لأي مواطن داخل وخارج البلاد. نعم. عسكريا بتعني لكم شنو الإذاعة كخطوة في تحرير أم درمان؟ عسكريا بنكون حيدنا الجهة الشرقية كلها تماما. نعم. بقى حيكون عندنا اتجاهين بس، نحن زمان كنا محاصرين من ممكن يكون من 4 جهات. نعم. الحمد لله بعد 16/2 بيجينا العدو قاعد في 3 جهات. بس حاليا بعد خلصنا من العربات دي والإذاعة حيكون عندنا 2 جهات بس، والجهتين ذاته ما حجمهم ما كبير وفيهم أغلبهم حرامية وكده، حنتفرغ للخرطوم. يعني أول حاجة حنتبع بإذن الله على الخرطوم وعلى الصالحة وعلى درمان غريب بإذن الله، يعني تسمعوا من هنا وقدام من خير لخير إن شاء الله. طمنا على القوات المسلحة والقوات المشاركة في المعركة دي، من القوات الأمنية والأجهزة الأمنية والشرطية، احكي لنا عن المواقف واحكي لنا عن صبر القوات المسلحة وتحملها في المعركة دي وثباتهم. يعني نحمد ربنا سبحانه وتعالى، الثبات من ربنا سبحانه وتعالى والنصر من عنده، والغنائم جات الليلة والعربات والذخيرة، يعني الناس فرحانين لهم فرح ما طبيعي. وبعدين بهزيمة الجماعة ده النفسية إنه زول معرض، يعني زول جال. والحمد لله في المعركة دي عندنا شهيد واحد، الله أكبر، ربنا يتقبله إن شاء الله. عندنا جريح واحد،
الله الحمد أكبر والشكر لله. الله أكبر. بعد الناس كلهم الحمد والشكر لله، ما عندهم أي عوية، ما في زول أصابته الحمد لله أي خدش، الحمد والشكر لله. الله أكبر، ده فتح من رب العالمين، يعني انتصار قدر ده، ويكون ربنا يتقبل الشهيد وربنا يشفي المصاب وربنا يثبتكم ويصبركم. باقي القوة بتاعت الدعم السريع دي في مدرمان عندهم قيادات لسه كبيرة موجودة غير جلحة مثلا في سوق ليبيا، القيادات اللي كانت متواجدة في الإذاعة ومحيط الإذاعة، الأسماء الكبيرة حقتهم بقال والجوني اخوان، الدقل واخوان، اولاد عم حميدتي، الشخصيات الكبيره كان بتتحرك بكونفويهات ال 30 تاشر و 40 تاشر، الناس اللي لسه موجودين في محيط ام درمان، محيط الاذاعه ام درمان القديمه. أول حاجة بغداد ده احنا عصايته جبناها، يعني ديل كان شايلة غسان، ما أصير ما أعرف هو تجد عوين، لكن حكونا أطلع صورة فيديو مخصوص يعني إنه عصاية بغداد عند غسان. الجماعة دي بس كلهم عرضوا، ما في ديل طلعوا وخدوا الجنود الباقيين، يعني الناس اللي اشتبكنا معاهم اللي منهم فريق قيادات اللي منهم ما كبيرة، كلهم قيادات بسيطة، لكن قيادات الصف الأول دي ما ثبت، دي نعم كلهم اللي عرض والمشى على سوق ليبيا، مشى على سوق ليبيا. الله أكبر، ده انتصارات وفتح رباني، وإحنا بنقول لكم ربنا يحفظكم وربنا ينصركم وربنا ينصرنا بيكم. الليلة حنعمل معاكم لايف إن شاء الله من داخل إذاعة أم درمان، حنتواصل حسي مع غسان عبد الماجد، برضو إحنا حنشارك معاكم في الفطور حق الليلة ده إن شاء الله، وفطور بكرة برضو حيكون ترتيبه أكبر، تكونوا حررتوا الأسرى إن شاء الله وطمنتوا أهلهم عليهم وطمنتونا على الجيش وطمنتونا على الإذاعة ورفعتوا لنا فيها الله أكبر بميكروفون هنا من درمان، ودي نعدها معركة فاصلة ونعدها انتصار ودحر للتمرد وانتهاء لقوى الحرية، قوى الشر، قوى العمالة، قوى الخيانة، ونظافة السودان من كل الدنس بإذن الله. والليلة تبشرونا بإذن الله، وإحنا معاكم وصابرين وصامدين وسندكم وظهركم، ومحل ما تقبلوا بتلقوا الشعب السوداني واقف معاكم إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله خير، هديك أكون عسان خير إن شاء الله. يا حاج. يا حاج اسمعني، إحنا طبعا في اللايف أنا هكتب منشور في الحساب بتاعكم، حس احنا انا بحول لك ان شاء الله حق العشر خرفان دي الكرامة الضبح طوالي في الاذاعة الليلة ان شاء الله جاهزة، يعني انتو انا عارفك في القتال حسي ممكن ما تفضلها، لكن تكون معاكم متى ما لقيتوها تظبطوها، بعدين نشوف مشاركة الناس ان شاء الله في الكرامة دي بكرة تكون، عشان ترتيبها يكون افضل وخروجها في مصر افضل، وأهم شيء الأسرة تستوصوا بيهم خير، طمنوهم عالجوهم، الناس اللي كانوا بعيدين من الحياة الطبيعية أو حتى حياة السجون والأسرة الطبيعية المعروفة في العالم، دول كانوا في وضع مختلف، فاستوصوا بيهم خير وما بنوصيكم عليهم، انتوا فديتوهم بأرواحكم وحميتوهم، ما احنا ما عندنا حاجة نقول لكم غير ربنا ينصركم يحفظكم ويوفقكم وينصرنا بيكم وبالقوات المسلحة والقوات المشاركة والاحتياط المركزي وجهاز الأمن هيئة العمليات والمستنفرين والمقاومة الشعبية، وبرضو احنا من مقامكم ده والمقام العام نحيي قيادة القوات المسلحة البرهان كباشي ياسر عطا وقيادة كرري والمهندسين ام درمان، ونحيي السيد والي ولاية الخرطوم، نقول له ربنا ناصرنا بك وربنا يعني موفق الشعب السوداني وموفق القوات المسلحة بثباتك وصبرك وتحملك، واحنا بنهدي لك الانتصار ده، وان شاء الله السيد الوالي يكون معانا في الإذاعة وهو اول زول يتكلم فيها بعد الزول اللي هيخش يسيل القريش.
تاني نعيد. عندنا مشكلة من جوال في الاتصال الشبكة دي. يمكن قبل كم يوم خشيت عليك في مكالمة وبشرت الشعب السوداني بالإذاعة يعني. أيوة قلت لنا ساعتين وأنا قلت لك ساعتين، الجيش دي يومين. وهي يومين إن شاء الله، يومين يمكن 3 يوم يعني ما فرقت كثير. أدينا 24 ساعة يطلعوا وطلعوا، أدينا 24 ساعة زيادة طلعوا فيها وجهمناهم طوال. انت الموضوع ده عشان الناس تكون واضحه فيه وتفهم، الحصل في تاخير الاذاعه انكم انتوا اديتوهم مهله 48 ساعه صح؟ وبعد ال 48 ساعه اديتوهم 24 ساعه ثاني. ده الاخر موضوع الاذاعه. طلعوا فيها الساعه 1 صباحا. نعم. والعشاء يعني قوات المسلحه الحمد لله رب العالمين قالوا لنا ما دايرين سحور وما دايرين عشاء، عشان لو سحورنا ده عام. الله اكبر. وكان ما يكتسح والمزح والبن والناس شافت يعني، نحن شغلنا زي ما قال سياسي ياسر العطر عينك فوق وتركب فوق يعني. والله يا اخي من هنا نحيي السيد الفريق ياسر العطر ونقول له يا اخي ربنا يتقبل منك وربنا ينصرك وربنا يعني ينصرنا بك ان شاء الله. السيد الفريق ياسر العطر ما قصر، قاد المعركة بثبات وحنكة وصبر كبير يعني حقيقة، وكان حولنا هو زي ما قال فرحات ود العمدة. ياسر عطا أبونا الروحي وهو القائد حقيقة، ربنا يتقبل منه إن شاء الله. وربنا يتقبل من الفدائي فرحات ود العمدة حقيقة يعني، والله نحن ما عارفين نقول عليه شنو. الله أكبر. فدائي فدائي. نعم. وانا بقول لي رديك بير للتعامل، قال يا اخي ناس متواجدين في الاذاعه، الناس بتكون شافت الفيديوهات وشافت الشكل لانه العربات دي قاعده متجهه غرب يعني معرده. نعم. وشينطون وبقجون وعفشن قرون وثيابهم قرون والسكسك بتاع قرون برضه كان في العربات يعني. نعم. يعني هنا عندنا فيديو لقرون وعندنا عصاية بقال قاعد ان شاء الله. لك الله دارين فيديو لعصاية بقال ده بعد اللايف طوالي. الله اكبر. ابشر ابشر والله. هسه عليك الله سجلوا لي وانا بنزله في الصفحه بعد اللايف طوالي. عصاية بقال كان بيرفع علينا دي وقلبها ادبه. والله ان هذا كله معرضين، العربات كلها كانت متجهه غريب والبقت كلها فيها. ربنا نصرنا عليهم الحمد لله، وهي فاتحه خير وفاتحه انتصار، ونبشر بها الشعب السوداني ونحيي بها القوات المسلحه ونيقن بها القيادة، وإنه ما عندنا حاجة غير بلبس وكسح ومسح، ما في حاجة ثانية. ومن هنا إن شاء الله نرسل تحياتنا لإخواننا هناك في القلوع، مهند وزمرة الصحبة. الله أكبر. الله أكبر. الشغل ده شغل القلوع، ما عندنا إلا قالوا الخرطوم مرة ما مخلوها ساي يعني، إنه شغل هناك الآن شغالين فيه وربنا يقبل منهم إن شاء الله. وبشروا الشعب السوداني بعد يوم باذن الله تعالى من الدروع من هناك ان شاء الله. ان شاء الله. هو طبعا شغل الاذاعه ده ثاني ما في حاجه. كل القوات وكل المتحركات اللي كانت في محيط الاذاعه بالشهور محاصره الدعم السريع حتبدا تتحرك من الليله، وحتبدا تفتح جبهات قتاليه جديده، وحنبدا فيها تقدم في بحري والخرطوم باذن الله. وباذن الله تعالى ونص الجزيره اخواننا في المناقب وفي سنار يعني هم بشرونا، والليله عندنا لنا بشارات نحن بشرناهم يعني من الصباح. نعم. فاليوم لسه طويل وانتهى، واليوم ده كله بشارات كله بشارات وانتصارات باذن الله تعالى. ان شاء الله، احنا متفائلين بكم خير، متفائلين بالخير يا غسان. الليله الاذاعه دي احنا معاكم فيها، ولما نسمع الله اكبر من ميكروفون اذاعه جمهوريه السودان، انا شخصيا بالنسبه لي المعركه حتكون انتهت، والدعم السريع انتهى، وقحتي تاني ما عندها وجود، واللايف الجاي ان شاء الله من بيت زول عندهم هون ذات، وحيسمعوا تاني الميدان من الميدان ذاته، وبنقول لهم قحتي موضوعكم مش انتهى، بس خلوا الله اكبر دي تتقال في الاذاعه بيشوفوا بل ما شفتوه قبل كده، ودي نهايتكم. لما نبشر الشعب الثاني نبشر بالله اكبر الله اكبر الله اكبر. ايوه الله اكبر كبيرة. الله اكبر كبيرة. بس دي شفتوا تقولها لنا من الاذاعه، احنا بالنسبه لنا الليله دي التمرد انتهت، انا ما حتقوم له قايمه. اكبر قوه عندهم واكبر
قيادة وأكبر إمداد وكانوا قاعدين بيه في اللي زاعده خلاص انتهى تاني ما عندهم حاجة الباقي ده كله هيعرضوا بإذن الله تعالى أخواننا في محرق على المريال وأخواننا في كتيبة الوراء بإذن الله تعالى حيبشرون داخل حي الملازمين اليوم بإذن الله تعالى أكون البشريات من داخل حي الملازمين وآخر بقعة للتمرد في الدرمان الجنيمة بإذن الله تعالى اليوم إن شاء الله نستبشر بالكلام ده خير وأول من تحصل في أي تحديث أنا تاني برضو حطلع معاكم حكون مذيع ربط حنسمع بس من الميدان تعليق الميدان وحنقول لكم أسئلة الناس اللي بتعلق متابعة تكون اللايف أنا حكون ساكت أنا ما عندي شيء أنا بس من درمان ده أول من تفتح حسكت لأنه أنا ممكن أتكلم في اليوم 6 ساعات يا جيش خلاص تعبت أنا ذات حلقي ده بقى إراي بس تاني نسمع كلاش من الميدان بس تاني تو انا ذات حسب من اللايف تاني كلاش من الميدان احنا نفتح اللايف نتكلم معاكم وانتوا توصلوا الرساله للشعب السوداني فالليله احنا في الملازمين حنسمع البشائر ان شاء الله والمدرعات الدروع حنسمع بشائر وجيش المناقل في الجزيره حنسمع بشائر وحنكون فاطرين إن شاء الله من داخل إذاعة جمهورية السودان ونرفع تماماً للسيد القائد العام وللسادة القواد في القوات المسلحة وكل الناس الواقفة وكل الشعب السوداني بإذن الله بإذن الله إذا الله أكبر ربنا يحفظك يا غسان وبيننا تواصل خلال اليوم إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله الله يبارك فيك الله يسلمك السلام عليكم هنا الانصرافي الزي ما في رسالتنا انا وقيت اتكلم زي ناس الجيش رسالتنا لاخواننا في القوى الحريه والتغيير بنقول لهم فتك ومتك وبل واي حاجه والتطاول على الشعب السوداني في المقام الاول والتطاول على مقدسات الأمة السودانية اللي هي السودان نفسه وتحالفك مع العدو ووصفك بالخيانة والعمالة حرية التغيير وأحزاب الخيانة دي زمان كانت بتستند على 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 أدوات كثيرة بتخليها تتطاول وما كانت العقوبة بتصلها في زمن الحكومات السابقة وزمن نظام البشير اللي هو كان بيلعب بيهم سياسة التوازن والموازنة فكان برد على بعض المجموعات برد على ناس بتعاملوا بتآمروا على السودان بحكم انه يخلق موازنات وخايف برضو من المجتمع الدولي كده لما جو في نظام ما بعد الثورة والحكومة الانتقالية حقتهم هم باعتبار انهم جابوا قيادات الجيش وقعت معاهم فضمن الجيش معاهم وضمن البرهان معاهم وكانوا بيرتكبوا في الجرائم وكانوا بيخدعوا في الشعب السوداني وكانوا بيكتلوا في اولاد الشعب السوداني والليله تنكروا ليهم يعني لما نيجي يقول لك يا صرف انت كنت بتمرق الناس بصدورنا العاريه يموتوا كنت بتدعوهم انتوا انا كنت بدعي انه المواكب تكون مسلحه بس الليلة جاء قالوا ليلى انت اللي كنت بتدعي الناس بصدور عارية ما هو طيب انتوا لو اتهمتونا انا طيب ما عندكم مستشفى التميز يا حنان حسن ما لكم ما جبتوا اسماء الشهداء 198 خلوا الانصراف والكتلون انتوا المستشفى بتاع التميز فصلتوا الكهرباء من التلاجات حقت الجسس المشيت رميت فيها وادعكر عشان جثته تدخل في الجثث القديمة وتتحلل وما يتعرف فيها حاجة ونسأل فيها حنان حسن والمؤتمر السوداني ورحاب ديلتو ما مشاركين فيها برضو ما في زول سألكم وحاسبكم كنتوا مستندين زمان بتتطاولوا وبتجرموا لأنه عندكم فوكلر قاعد في السودان كنتوا مستندين على المنظمات كنتوا مستندين على السند الدولي كنتوا مستندين على أبي أحمد وبوابات السد كنتوا مستندين على الإمارات كنتوا مستندين على تشاد كنتوا مستندين على خونة في النظام ده ذاته الحاكم الآن ولابسين كدمول كانوا معاكم الليلة أنا بقول لكم حرية التغيير ده كله انتهى
ما في زول حيحوشكم من الشعب السوداني ومن المحاسبة ومن القوانين، وحتشوفوها القوانين جاهزة والبلاغات جاهزة وحتتحرك. هي مراحل انتصارات، كل مرة انتصار وانتصار. حتشوفوا الخطوات براكم وحتجوا مكرفسين وحتتحاسبوا وحتتحاكموا، وفي ناس فيكم من شدة هوان الدول اللي انتوا قاعدين فيها حتقدمكم لنا غربان، حنقول لهم ما دارين من ذاته، حتى المحاكمة ما دارين. زمان كان بيحميكم البرهان، بتحميكم وثيقتكم، بيحميكم الشارع ولجان المقاومة. الليلة احنا بنتكلم من الميدان مع لجان المقاومة، الشرفاء اللي كانوا بيقاتلوا بيدافعوا بدماء عن حرية الشعب السوداني، الليلة هم في المقدمة وفي الخنادق وفي المتحركات المتقدمة. دي لجان المقاومة اللي بتحرس السودان، دي كلهم جيش، المواطنين جيش، الجيش ذاته جيش، والبرهان ذاته جيش. قادة الحركات المسلحة الواقفة مع الشعب السوداني الآن بقى الجيش. الإدارات والتنسيقيات الأهلية الدعت للتسليح والمقاومة الشعبية والاستنفار هي ذات الجيش. ما في زول حيحل لكم من الشعب السوداني حرية وتغيير. وحتى المساحة اللي كنتوا لاقينها تتطاولوا زي زمان تعتبروها حريات تهبش في مقدسات الشعب السوداني، اللي بتطعنوا في الجيش وبتطعنوا في القيادات وبتطعنوا في استبسال القوات المسلحة وتوصفوها وتخصموا منها وتسيئوا ليها وتتطاولوا عليهم وعلى أسرهم وتوصفوا قتالهم ده بأنهم تيزان الكلام ده ما بتقدر تعمله تاني، ما بتقدر تعمله. الناس حسوا في ضطليكم تماما. البلد دي العدو جواها حيموت، والعدو البرة ما حيعد تيبة تاني، اتقفلت. العدو جوا ده كله حيموت. وهسه سمعتوا كلام الجيش انه قال لكم احنا بننظف في الالغام وفي المندسين من الاحزاب واللجان الشغالة مع المتآمرين ديل في الاحياء والمتعاونين، بننظف في البلد من الالغام والدانات المتفجرت ومن الخونة المندسين ديل. حس الليلة ترفع لكم تمام الملازمين ومحيط ميدان الخليفة وأم درمان القديمة والإذاعة، ما فضل حاجة غير الخونة، ويجوا ناس الكهرباء يولعوا الشوارع، كهرباء تاني ما في حاجة. فالليلة إن شاء الله برضو حرتي في اللايف التاني مسألة المبادرات حقت البساطة العايدة، الناس اللي عندها القدرة البرو ماكس، الناس اللي طلعت من الخرطوم ونزحت والآن شال السلاح واتدربت برا ودار ترجع، زي ما شفنا النموذج بتاع بروف، وإحنا لازم نركز عليه وعلى سيادته وليد وسيادته لما رفعت تمام لياسر عطا وأولاد بروف اللي هم رجعوا بنعتبرهم برو ماكس. ديل اللي بيمثلوا مستنفرين ومقاومة شعبية ولاية الخرطوم. فبنبشر الناس إن شاء الله بالانتصار وبالنصر، وبنقول للناس خلوا ثقتكم في الله كبيرة، وده شهر الانتصار وشهر العبادة. الناس تركز في دعاء، الناس تركز في تخلص في دعاء، وإن شاء الله بنرجع في رمضان ده وأحياء كثيرة في الخرطوم تقام فيها الصلاة الله أكبر. ده النور الحيصلة، ودي الطهارة اللي حتصلها، وده الإعلام بتاع إنها تحررت تماما، تحررت في الجيل ده والجيل الجاي والجيل البعديه، وإن شاء الله والجيل البعد البعديه. تاني ما حيخشها خائن، ولا حيخشها مرتزق، ولا حيخشها مليشي، ولا حيخشها مليشي بإذن الله. فربنا احفظ الشعب السوداني، وربنا ينصر الشعب السوداني، وربنا يتقبل من القوات المسلحة، وربنا يتقبل الشهداء، وربنا يثبتهم. وإحنا معاهم الليلة في لايفات حتكون متواصلة لحد ما نسمع هنا من درمان إذاعة جمهورية السودان. وبالنسبة لي أنا المعركة انتهت، بالنسبة لي الدعم السريع انتهى، بالنسبة لي الحرية والتغيير انتهت. وما دام أم درمان اللي زاد حررت فالسودان اتحررت، انا ما عندي حاجه. انا شوف عداك في قصه الجزائر.